النهارده قعدنا مع اخر درس في الوحده الاولى وحده الطبيعه في بلدي. الدرس اسمه المناخ والنبات والطبيعه. عايز اسالكم سؤال، قدامكم كده نشره الاقمار في حاجه فقره خاصه بيها اسمها النشره الجويه. معرفش كده في واحده بتطلع في التلفزيون بتقول لهم ان النهارده يا جماعه مثلا درجه الحراره المائيه مفيش امطار، المناخ الهواء مثلا ما فيش هواء او الهواء جاي سخن، يعني بتقول الكلام ده درجه الحراره الصبح ايه والليل ايه. اللي هي بتقوله ده اسمه ايه؟ اللي هي بتقوله ده حاجه من حاجات المناخ، بس بما اننا يعني عايزين نعرفكم حاجه ففي فرق بين كلمه مناخ وبين كلمه طقس. ايه الفرق اللي ما بينهم؟ اللي هي قالته النهارده مذيع بتاعت النشره الجويه ان درجه الحراره عامله كذا وفيها مطره ولا ما فيش، ده اسمه طقس. لان هي قالت لي وصفتي حاله الجو، مش هي لما تقول لي درجه ان الجو حر ولا مش حر، في مطر ولا مش مطر، مش هي كده وصفتي حاله الجو. كون ان انا وصفتي حاله الجو من النهارده بس فده اسمه طقس. يبقى يعني ايه طقس؟ وصف حال الجو، وصف حاله الجو. انا بعرف الجو بعرف منه ثلاث حالات، حراره رياح امطار، حراره رياح امطار. عارفين طبعا الحراره وعارفين الامطار، انما الرياح اللي هي حركه الهواء. يبقى يعني طقس وصف حاله الجو من حيث حراره رياح امطار. لان هي مش قد درجه حراره النهارده تبقى لفتره قصيره. فتره ايه؟ قصيره، يعني اخرها تطلع لي النهارده بكره بعد بكره، اخرها قوي ثلاث ايام. يبقى الطقس وصف حاله الجو لفتره زمنيه قصيره، طقس قصيره، طق مع قوه. يبقى الطقس وصف حاله الجو لفتره زمنيه قصيره. بوصف ايه في حاله الجو؟ ثلاث حاجات، حراره رياح امطار. في بقى حاجه ثانيه المناخ برضه بيعرفني حاله الجو بس ده لفتره طويله. يعني مثلا ممكن يقول لي احنا عارفين شهور السنه اربعه، صيف شتاء وربيع خريف. فممكن يجي في فصل الصيف يقول لي خلي بالك ان فصل الصيف بتاع 2020 ان دايما درجه الحراره عاليه جدا معديه 45، مفيش امطار خالص. يجي لي في الشتاء مثلا يجي لي درجه حراره تبقى منخفضه جدا ومتوقع دايما ان طول فصل الشتاء درجات الحراره مثلا من 10 ل 15 درجه، ان في امطار شديده كده. هو بيوصف لي حاله الجو بس لفتره طويله، مش فصل الشتاء ده بيقعد فتره، بيقعد ثلاث شهور. فعشان كده دي فتره طويله فالرسم مناخ. يبقى المناخ متوسط حال الجو لفتره زمنيه طويله. حلو؟ يبقى الفرق ما بين الطقس والمناخ ايه؟ المده الزمنيه، ان الطقس فتره قصيره والمناخ فتره طويله، انما الاثنين بعرف منهم حاله الجو. حاله الجو ايه؟ ثلاث حاجات، حراره ورياح وامطار. طب انا ليه لازم اعرف الطقس؟ يعني ايه لازم اعرف درجه حراره النهارده؟ ليه يعني؟ ليه؟ ايه اهميه الطقس؟ يعني مهم في ايه؟ دلوقتي انا بنزل مثلا بعرف درجه الحراره النهارده ايه؟ ايه درجه الحراره النهارده؟ 45. ينفع البس انزل لابسه جاكيت وسكارف ولابسه بوت؟ لا احرره. لو عرفت ان درجه الحراره مثلا 20، 20 ده تبقى بارده شويه او 15 كده في برد، ينفع عندي البس ملابس صيفي؟ لا طبعا، لان الجو برد جدا فاكيد هطول. يبقى ايه اهميه الطقس؟ انه بيحدد الملابس اللي انا ببتديها. هلبس ملابس صيفي ولا ملابس شتوي؟ يبقى لو جه قال لي بما تفسر اهميه دراسه الطقس اقول له ايه؟ تحديد نوع الملابس التي نرتديها، تحديد نوع الملابس التي نرتديها. حاجه ثانيه، النهارده الست بتاعت النشره الجويه اللي فيها الجميله دي بجد قالت لنا ان في امطار. امطار شديد او عاصفه، عاصفه ده يعني هو شديد جدا ممكن يشيل بقى الاشجار ويبقى موضوع كبير قوي. امطار شديده هينفع يبقى في المدرسه؟ لا، ساعتها احنا حتى شفنا السنه اللي فاتت كذا مره ادونا اجازه في المدرسه لان كان في مطره متوقع يبقى في مطره زي المطره اللي كانت موجوده في شهر ثلاثه. لان شده الامطار والعواصف دي والباص بتاع المدرسه مش ممكن يعمل حادثه. لو في طياره هيبقى في مشكله، يعني ممكن الطيار تحجب عنا الرؤيه ما يشوفش هو ماشي فين. لو في البحر راكبه سفينه هيبقى في امواج شديده ممكن السفينه لا قدر الله تغرق. يبقى ليه لازم اعرف درجه الحراره النهارده؟ وليه لازم ادرس الطقس لضمان سلامه السفر؟ اضمن سلامه السفر اللي انا ماشي، يعني انا مش خارج اموت، عايز اوصل بسلامه. ايه هي السفر؟ عندي ثلاث وسائل بسافر بيها، بري بحري جوي. يبقى ضمان سلامه السفر هي ايه؟ بري بحري جوي. يبقى غير ما تفسر اهميه دراسه الطقس اقول له ايه؟ تحديد نوع الملابس التي نرتديها.
ضمان سلامة السفر بري بحري جوي، حلو كده؟ طب المناخ ليه عايز اعرف برضه الحرارة مثلا في الشتاء يبقى الجو عامل ازاي؟ دلوقتي هل كل انواع الفاكهة بتطلع في السنة؟ لا، في حاجات بتطلع في فصل الصيف وحاجات بتطلع في فصل الشتاء. عشان اعرف المناخ واعرف حالة الجو بتاعت كل فصل اعرف انا هزرع ايه. عندي البرتقال مثلا ما بيزرعش الا في الشتاء، ينفع يطلع في الصيف؟ مش هيقدر، الجو مش منزل. وبالعكس زي قصب السكر، في القصب ما يطلعش قصب الصيف، ينفع يزرع في الشتاء؟ مش هينفع، الجو مش منزل. يبقى مين بقى مفسر اهميه دراسه المناخ؟ اقول له ايه؟ معرفه انواع المحاصيل الزراعيه، معرفه انواع المحاصيل الزراعيه. مناسبة لنوع المناخ، كلمة مناسبة لنوع المناخ اللي هو نوع المناخ ده في الصيف ولا شتاء. يبقى بما نفسر لما يجي يقول لي أهمية دراسة الطقس، هنا هكتب السؤال بما تفسر أهمية دراسة الطقس أقول له إيه؟ تحديد نوع الملابس، لو سمحت قول ورايا، تحديد نوع الملابس التي نرتديها. ايه تاني؟ ضمان سلامة السفر. هسافر بايه؟ بتلات وسائل، بري بحري جوي. بري بحري جوي، حلو كده؟ ده أهمية دراسة الطقس. طيب أهمية دراسة المناخ، ليه لازم أدرس المناخ؟ عشان يا ميس اعرف ايه على كده. قال لي اول حاجه معرفه انواع المحاصيل الزراعيه، اعرف ايه المحاصيل الزراعيه، ايه الحاجات اللي انا هزرعها في فصل الصيف والحاجات اللي هزرعها في فصل الشتاء. اي حاجه عندي تحديد مواقع مواقع الصباح. المناخ قلنا فيه حرارة وريح وأمطار، لازم أعرف اتجاه الرياح كده، لأن ما ينفعش مثلا أبني مصنع مع اتجاه الرياح. إيه اللي هيحصل لو المصنع كان مبني مع اتجاه الرياح؟ مثلا هنعتبر إن زينا مصنع وكده، من هنا اتجاه الرياح. طبعا المصنع ده مش محتاج أقول إنه بيطلع دخان وجنبه هنا بيت. حلو؟ الهواء جاي كده فياخد الدخان ينقله على البيوت، فهيبقى فيه تلوث. في تلمس في الهواء، نشم هواء نظيف، في ناس ممكن تتعب. لكن لو حددت موقع صناعه انا عارفه اتجاه الرياح هنا، فهعمل ايه بقى؟ هعمل العكس. عارفه اتجاه الرياح جاي كده، فيبقى هنا البيت الاول، يعني بحيث يجي لي هواء نظيف، وبعدين هنا المصنع ياخد بقى الهواء ده يبعده بعيد عن البيوت عشان الناس ما يجيلهاش تلوث. يبقى اهميه دراسه المناخ الصبح، حرارة، رياح، أمطار. وبدأ أعرف
منين الحرارة، وبعرف منين الرياح، وبعرف منين الأمطار. بعرفها ازاي؟ يعني بعرف قيمتها. اولا بنقيس الحراره القياس العادي بالترمومتر، اللي هو قياس الحراره دي الترمومتر، يبقى تقاس درجه الحراره بالترمومتر. طب المطر بنقيس حاجه اسمها مقياس المطر، او المقياس ده زي ما بنقول بتبقى مدرجه. طبعا عند كل درجه بعرف مثلا ان هنا كميه المطر دي مدى، لما تتمني على الاخر طبعا المطر ده زيادة. يبقى يقاس او تعرف كمية المطر بمقياس المطر. نيجي بقى للرياح، بعرف منين اتجاهها، لا الشمال ولا الجنوب ولا الشرق ولا الغرب. حاجة اسمها دوار الرياح، دوار الرياح اللي هو بيحركها طبعا، فبتحدد لي اتجاهها. يبقى الرياح بحدد اتجاهها بدوارة الرياح. يبقى بقيس الحراره دي عناصر المناخ، لو جه قال لي اكمل من عناصر المناخ اقول له حراره رياح امطار، تقاس الحراره ترمومتر، يحدد اتجاه الرياح بدوره الرياح، تقاس كميه الامطار بمقياس المطر. اتكلمنا عن المناخ، عن عناصر المناخ، بس محتاجين بقى احنا ندرس المناخ، فمحتاج اعرف المناخ في مصر عامل ازاي. انتوا اصلا لو انتوا قاعدين تقعدوا تتفرجوا على الفيديو، انتوا مش هتبقوا شاطرين وهتبقوا عارفين المناخ في مصر هيبقى عامل ازاي؟ جينا نقول المناخ في مصر عامل ازاي؟ نسي المناخ. لو اتكلمنا عن الحراره، لو اتكلم عن هنا فصل الصيف وهنا فصل الشتاء. لو اتكلمت في الصيف الحراره عامله ازاي؟ درجه الحراره عاليه ولا منخفضه؟ يعني في حراره عاليه. المطر في مطر؟ لا يوجد. وعكس كلمة مطر جفاف، مفيش مطر يبقى اسمها جفاف، مفيش مطر جفاف. الشتاء درجة الحرارة عاملة ازاي؟ لا هي برد قوي ولا هي حر قوي، معتدلة اقدر اتحملها. يعني الحرارة مانعة معتدلة، في امطار يا ليس ده في امطار، في مطر يوجد امطار. يبقى انا هقولها كده صعبة صح؟ تحبوها. قلنا درجة الصيف في حرارة صح؟ في أمطار ولا لا؟ قلنا عكس مطر إيه؟ عكس المطر جفاف. الشتاء معتدلة وفي مطر، يبقى نقولها إيه؟ حار جاف صيفاً معتدل ممطر شتاءً. شفتوا حلوة إزاي؟ حار جاف صيفاً معتدل ممطر شتاءً. يبقى المناخ في مصر، المناخ في مصر عامل إزاي؟ حار جاف صيفاً معتدل ممطر شتاءً. ممكن بتمطر اكتر الاماكن، بتمطر في مصر عامه، بس اكتر اماكن بتصبح فيها مطر هو الساحل الشمالي اللي هو ساحل البحر المتوسط. حلو كده؟ يبقى تاني يقول لي مناخ مصر اقول له ايه؟ حار جاف مفيش مطر، صيفا معتدل، او في الشتاء بيكون الجو معتدل اللي هو برد ولا هو حر، ممكن بينزل المطر في الشتاء. يبقى ده اسهل شويه لو قال لي مناخ حد قال لي مناخ مصر اقول له ايه؟ حار جاف صيفا معتدل ممكن في الشتاء. مشكلة كده في الجزئية بتاعت المناخ؟ مشكلة؟ أقول مفيش مشكلة. يبقى أنا محتاج أعرف يعني إيه طقس؟ يعني مناخ؟ ليه بدرس طقس؟ ليه بدرس المناخ؟ إيه هي عناصر المناخ؟ وإزاي بعرفه؟ الحرارة والرياح والمطر؟ وآخر حاجة مناخ مصر. ده الجزء الأول من الدرس. لو لاحظنا إن الدرس نصين، نص المناخ وده اللي أنا خدته، الجزء الثاني وهو النبات الطبيعي. يعني إيه كلمة نبات طبيعي؟ هو في نبات طبيعي ونبات صناعي؟ نسأل الهلال. وايه الفرق بين النبات والزراعه؟ النبات الطبيعي ده نبات بينمو من المناخ الانساني. يعني راح لقى انا بجيب البذره وانا هنسويه. لان لو انا جبت له البذره وسقيته ميه كده بقت زراعه. انما مين يغسل يجيب البذره ومين يجيب الميه؟ الهواء يا ولاد يشيل البذور ويجيبها من مكان للتاني. فتحطت في المكان ده بتمطر عليها المطر وتثبتها في الارض ففورا بتنمو. هل انا جبت البذره؟ لا، يجيب الرياح مش انا. انا اللي جبت الميه لا ينزل المطر وامطرت فطلع. عشان كده اسمه نبات طبيعي. يبقى يعني ايه نبات طبيعي؟ نبات ينمو دون تدخل الانسان، نبات ينمو دون تدخل الانسان. انا ما كنتش جنبه، ما رحتش اشتريت البذره ولا رحت اشتريت الميه ولا رحت اي حاجه، هو طلع مع نفسه كده ربنا. يعني لو ساعدت الرياح انها تجيب البذره مع المطر فطلع.
والنبات الطبيعي نبات يعني متدخل الانسان. النص ده عندها نبات طبيعي كتير، النبات الطبيعي قليل، وده بسبب ان المطر عندنا مش كتير، المطر قليل شويه، فبالتالي النبات قليل عايزين لو المطر كتير في زي الغابات اللي بقى اشجار طويله وكده، انما المطر عندنا قليل، عندنا نبات طبيعي. فيسالني بما تخسر؟ قلت النبات الطبيعي في مصر. ليه مفيش نبات طبيعي في مصر؟ ليه قلت الامطار؟ يبقى مفيش نبات طبيعي كتير في مصر لقلت الامطار. عندنا ايه؟ عندنا حاجه اسمها نباتات صحراويه يعني بتنمو في الصحراء. زي عارفين التيشو ده الصوت في المدكة في الصيف ده الجميل، بس الصبار اللي في بعض البنات مرة اللي هي الألوفيرا اللي هو بيستخدموه في الشعر والبشرة والخروع. يبقى أمثلة النبات الطبيعي، الخروع ده على فكرة بيعملوا منه زيوت مفيد، زيوت مفيد جدا جدا جدا. يبقى من أمثلة النبات الطبيعي في شوكي خروع صبار، في شوكي خروع صبار. طب هل النبات الطبيعي ده مفيد؟ اه يا ميس مفيد. ايه؟ لا زي يسألني بقى سؤال أهمية النبات الطبيعي، أقول له إيه؟ له فوائد طبية. يعني إيه أهمية النبات الطبيعي؟ له فوائد طبية. يبقى أنا هنا بديت عن النبات الطبيعي. قال لي هيسألني، هيسألني فيها يعني إيه نبات طبيعي؟ هيسألني ليه النبات الطبيعي في مصر قليل؟ والسؤال الثاني بما تفسر أهمية النبات الطبيعي؟ أهمية النبات الطبيعي او اهميه النباتات الطبيعيه ايه؟ ايه هي اهميته؟ واقول له له او لها فوائد طبيه. يبقى النباتات دي الطبيعيه اللي موجوده في مصر لها فوائد طبيه. في شوكي خروع صبار، مع النبات الطبيعي بما ان في مصر الجزء ده في حاجه لازم اعرفها وهي اسمها الحيوان البري. حيوان بري اه، الحيوانات دي اولا بتعيش في الصحراء في المناطق البعيده، واكيد ما ينفعش اربي، يعني اكيد ما ينفعش اربي معايا الشقه، لكن ممكن اربيها وخلاص في كلمه. فالحيوانات البريه بتعيش في المناطق البعيده الصحراويه زي ايه؟ امثلتها زي الثعلب